دلوقتي فقرتنا الزراعيه وهي سر الارض. كان في برنامج بيجي سر الارض يوم الجمعه كنت احب اتفرج عليه قوي برضه. فالنهارده هنزرع مع بعض، انتوا عارفين خلاص بقى احنا ثبتنا فقره كده ان شاء الله على خير، كل يوم ثلاث نزرع اي حاجه من الحاجات اللي ممكن نزرعها في البيت، نقدر ان احنا نزرعها في البيت، في البلكونه، في سطح البيت، في اي مكان، يعني حاجات بسيطه كده نستغناء عن الارض. لو مفيش ارض جنبنا بنزرع فيها يبقى ممكن نزرع في بلكونه، في شباك، في اي حته، بس اهم حاجه يكون الشمس، عشان الشمس دي اساسي للزراعه، دي حاجه اساسيه يعني. فهنزرع النهارده معانا الخضار، الخضره اللي هي شبت وبقدونس وكزبره والجرجير، فكلهم دول يعني مش لازم كل مره ازرع واحد شكل، هم كلهم نفس الزراعه. ماشي؟ انا عندي هنا كزبره، كزبره كده البذر دي، هنا بذور بقى، دي بذور النباتات اللي انا هستعملها. ماشي؟ فعندي الكزبره هي واضحه قوي زي الكزبره اللي احنا بناكلها بالظبط، يعني بنعملها مع بنطحنها ونستعملها. ماشي؟ ومعانا هنا ده الشبت، ده الشبت، بصوا شكله ايه كده. الحاجات دي بتيجي منين؟ بتيجي من وزاره الزراعه، بتيجي من عند المشاتل، اللي عنده مشتل كده اسالوا على البذور دي ان شاء الله تلاقوها. ده الجرجير، بصوا الجرجير تحس ملون شويه كده زيك العصافير. ماشي؟ ده الجرجير، ده البقدونس، تمام. الحاجات دي بقى احنا ممكن نجيبها زي ما قلتوا كده، يا اما من مشتل يا اما اماكن بيع زراعات في باب الخلق، تهيألي في حد هناك بيبيع برضو الحاجات دي، او اللي بيبيع ورد مشاتل عنده اثار زرع كده ممكن تسالوه برضو عليها، يا اما هو عنده يا اما هتروحي ايه يوصف لك فين تجيبيها من عندها. بس كده يعني، دي حاجات بسيطه وسهله ومش مكلفه، رخيصه خالص يعني، مش غاليه ابدا. انا برضو بزرعها زي ما انتوا، عشان انا مش عندي ارض في البيت، انا بجيب عصريه الزرع اللي زي كده، او جردل، او اي حاجه ممكن تستعمليها، اي حاجه بلاستيك، اي كرتونه جامده جدا، وفرشي فيها بلاستيك تخين بس خرميه، خرميه حته صغيره بمقص كده صغنن عشان ينفس تحتيه، يا اما حاجات بلاستيك زي كده، يعني اي حاجه، اي حاجه ممكن تستعمليها. الايه اعمل دي، عايز ايه دي؟ طب ما تقولي ازقه اني، انا مش فاهمك والله. اهي كده كويسه، هتشوف اللي جواها، هي عامه جواها رمله، رمله البنى العاديه خالص. ماشي. ودي الطينه اللي بنشتريها من عند اي ماركت كبير. طب لو عندي ما عندكيش او مش هتشتريها، طينه من الشارع عادي، من اللي هي بنزرع فيها، كتير ناس بتحفر كده تلاقيها في طينه موجوده ممكن تاخدي منها، تمام كده. ما فيش امكانيه يبقى خلاص، هو رمل اللي بيبني بيه عادي تلاقيه في كل حته موجود، والطينه اللي بنشتريها اكياس، خلاص كده. بتبقى عاملين خلطه كده لطيفه من ورق الشجر وعاملين من نشره الخشب والحاجات دي زي طينه صناعيه يعني، تمام كده. بس هي كلها حاجات طبيعيه بس هم اللي عاملينها. دي بقى عندي الرمله، وادي الطينه بتاعتنا، هنبدا ان احنا نخلطهم ببعض. ماشي؟ هو الاحسن ان كميه الرمله تبقى قد كميه الطينه، بس يعني لو ما عندكيش، عشان الطينه دي غاليه شويه، مش يعني مش رخيصه قوي، اعملي الرمله قد الطينه مرتين. انا بس هاخد كده شويه واسيب حبه هنا، حبه موجودين اهم. ماشي؟ وهروح واخد عليهم حبه رمل، مش كتير بقى، دي اللي هحطها على الوش ده، مش هقول لك ليه. ماشي؟ اهي اعملها خلطه كده، بس لو لقيتي الطوب كده في النص حاولي تشيليه عشان ما يضايقش الجذور. ماشي؟ وانت بتقلبي كده لقيتي ايه في الرمله، اي زلطايه كبيره ولا حاجه شيليها. ماشي كده؟ انا خلطت حتى لو تحت رمله بس مش مشكله، بس انا خلطت جزء كبير كده بالايه الطينه مع الرمله كده، وبعدين اروح عامله ايه مسوياها، اسويها كده. من غير ضغط جامد بسويها، بس بساوي، اسقيها بقى ميه، اسقيها ميه كويس. انا بسقي ميه دلوقتي بدوره او بازازه او بشفشه او باي حاجه، انما لما انزل الحبوب لازم يا ارش بايديا كده يا بخاخه، طبعا بخاخه هيبقى احسن. ماشي؟
تمام كده؟ شربتها ميه كويس، شربتها ميه كويس. اجي بقى مثلا انا ايه، يا اما هزرعها كلها صنف واحد يا اما اقسمها، لو هي حاجه كبيره ممكن اقسمها، يعني ممكن ايه اخد كده ادي كزبره ارش كده بس، ماشي، اخد هنا الشبت، ده الشبت في الجزء اللي جنبه. طبعا الاحسن تعملي كل واحده في واحد، بس انا هنا عشان بوريكي بتعمل ان كله زي بعضه فتعمليه ازاي، فكله هوريكي بالشكل ده. الجرجير كتريش قوي، ما تكتريش قوي في الايه، في الحبوب. وادي البقدونس، معلش برضو ما كترش قوي، انا بقول لك هي رخيصه وهتقعد معاكي فتره كبيره جدا. تمام كده، اجي بقى هنا، نعم، اخد بقى الحبه اللي كانوا معايا دول اهم، واروح ايه ابدا بالراحه كده احط عليها، اغطيها بطينه كده، اغطيها بطينه او تراب. بصوا انا كده غطيت البذره اهو بطبقه رفيعه من الطين، وبعدين ابدا ابخ بس الطينه دي ببخاخه او بايديا، ما احط اي حاجه بزرعها فيها حبوب، ما ينفعش ادلق ميه كانتها جريت وايه باظت منك، انما دي لازم عايزه بخاخه، يعني حتى لما اجي اسقيها كل يوم يعني او يوم ويوم ببخاخه، مش بايه جت تسقي يوم ويوم، او لو كل يوم ابخه بسيطه كده. انا عشان مش معايا بخاخه دلوقتي بايديا كده ابل الايه الطينه اللي فوق، انا من تحت زرعها كويس بس كده. اعمل بقى بخاخه مخصوص كده زي بتاعت المكوى او الرشاش بتاع الزرع ده لو جبتيه، وكل يوم تديها رشه بسيطه وتسيبيها، هتلاقي ان شاء الله بقى ايه فرعت الطماطم اللي زرعتها معاك المره اللي فاتت، طلعت بقى حاجه صغنونه خالص كده، بس انت لما تكبر شويه ان شاء الله هجيبها اوريها لكم، هي والبطاطس. تمام بس كده، ده كده خلاص احنا زرعنا كل الخضروات. حابه تزرعي في حاجه كبيره زي كده، حابه تعملي وحدات زي دي، ماشي. طيب انا عندي بقى حاجه تانية عايزه اوريها لكم، ازاي انا ممكن اخلي اغذي النبات بتاعي، اغذي البطاطس، اغذي الطماطم، اي نبات انا زرعاه عايزه اغذيه، فاغذيه بايه؟ هوريكي دلوقتي. طبعا اوعي ترمي الحبوب اللي فاضله دي، دي كلها كده ايه تشيليها تزرعي بيها حاجة تانية. كل ما تلاقي عندك حاجة فاضية، جردل بويا بقى، جردل الكسر بتاع المسح، اشتريتي من ده ماشي، يعني اي حاجة تستعمليها. طيب احنا كده الزراعة دي خلاص، احنا دلوقتي عايزة اقولك بقى احنا ممكن نعمل ايه علشان نقدر ان احنا نغذي الخضار بتاعنا يطلع حلو كده مرعرع وكمان يكبر، وكمان ايه يكبر، لان انا عندي هنا طبعا الزرع في الطينه غير الزرع في ايه في اثار الزرع دي، لان اثار الزرع دي بتبقى ما فيهاش غذاء كتير، يعني هو حبه الطينه الموجودين هم اللي بيغذوها، والميه مش هتكفي ان انا اغذي بيها الزرع، لازم اديها حاجات تانيه تغذيها تطلع مرعرعه كده وحلوه. طيب انا ممكن اغذيها من الحاجات اللي احنا بنستعملها، يعني مثلا احنا كلنا موز وقشر الموز موجود، كل مره نعمل الحكايه دي ان هو حلو جدا ليها. انا بجيب قشر الموز واقطعه، يعني مثلا لو كده النهارده بصوا هستعمل قشر الموز واسيب الموز نفسه. تعالى خد يا محمود، خد موزاي، خدي. طب اجي اديكي، طب اطلع عدي الواد ده، تعالى خد، خد هتسود على ما نخلص. اطلع لنا والله. لازم اخوفك؟ طيب ماشي، استنى بس انا هخلص البتاع وافرقه عليهم. حاضر ماشي، هناخد كل القشر بقى ده كده بالشكل ده، انتوا كلتوا كده والقشر فضل، نغذي بيه النبات. ماشي، اهو يا ابني اهو اهو والله
هاخد بقى ده كده، اجيب بس ايه حاجه احطها على النار، اي كزروله اي حاجه انا هعملها مركزه، وبعدين اروح ايه، وبعدين اخففها بالميه يعني اعملها بس طبعا مش هتعملي حله كبيره الشغلانه بقى كده لا، يعني خدي قشر الموز ده قطعيه كده. حاضر ماشي. وده يقعد معاك كام يوم كده تسقي بيه الزرع، ودايما ما تسقيش الزرع والشمس طالعه جامد، دايما اسقي الزرع وهو يا اما بدري يعني كده قبل الشمس ما تطلع الساعه 7 يا لا يعني تكون طالعه بس خفيفه قوي الساعه 6 ماشي، او بالليل المغرب كده اسقي الزرع، بلاش تسقيه والشمس حاميه قوي عشان ما يحرقهوش، لو الشمس حاميه قوي وانت تديه ميه تلاقي الزرع ايه ورقه بينشف. تمام كده، هحط بقى هنا ميه عليها واسيبها تغلي على النار حوالي 10 دقايق ربع ساعه، هتلاقيها طبعا اسودت وكل حاجه ما عندهاش اي مشكله خالص. ماشي، يبقى كده انا بعمل غذاء للايه للنبات. بص طبعا هي الموز انا قشر الموز سايباه على النار بيغلي، بتسيبيه يغلي حوالي ربع ساعه مثلا ولا حاجه، بيديك ميه غامقه بقى، انا بص انا غاليه شويه قبل الهواء. تمام، ده بتصفيه بقى ماشي، بتصفيه تاخدي الميه بتاعته وبخي بيها على الزرع بقى. ماشي، اي زرع بقى سواء بطاطس او طماطم او اللي احنا زرعناه النهارده ده ببخاخه كده، وتروحي ايه كل يوم بخه كده عليها بيديها غذاء كويس جدا. كل اللي احنا بنرميه البصل والقشر البصل وقشر الحاجات دي كلها، بس طبعا احنا مش عندنا امكانيه لده، بس الناس بتعمل كده يعني ان هم بيبداوا ان هم يفرموا الحاجات دي ويبداوا ياخدوا يعقعوا في ميه ياخدوا ميتها يسقوا بيها الزرع، وساعات كمان الفرم ده بيخلطوه مع الطينه دي. تمام، وفي كمان يعني بصوا افكار الزرع كتير 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 جدا، يعني ان انا ممكن مثلا بحط قشر البيض تحت الطينه شويه كده بكسر ال انا بسلق البيض باخد ميته واخد قشره كمان، فالقشر ده بس ده لما اكون بزرع، وانا بزرع كده مش يعني مش هحطه على الوش طبعا عشان ما يعملش اي عفونه، بس لو انا دلوقتي شغاله في الزرع اهو وعندي الرمله وعندي الطينه وكنت سالقه بيض مثلا ومخليه بتاع امبارح والنهارده شويه قشر بيض كده افتفته حلو قوي واخلطه مع الطينه دي، فبيزود برده الطمي بتاعي بالفيتامينات. تمام كده، شفتوني بقى عملناها ازاي، احنا حطينا الرمله مع الطينه وسقيناها ميه كويس جدا، وبعدين رشينا كده البذور عليها وغطيناها بطبقه من الايه من الطمي. تمام، عملنا بقى الحاجه اللي هنغذي بيها كمان التربه بتاعتنا او النبات بتاعنا ده كمان، ان انا خدت قشر الموز وقطعته وغليته على النار، بص عمال يغلي سايباه اهو يغلي لغايه ما يديني ربع ساعه كده غليان، اطفي عليه واسيبه يبرد اصفيه واخد الميه دي ازودها ميه تاني، يعني الميه دي قدها اربع خمس مرات ميه كمان، وابدا كل يوم ابدا ارش ايه من الميه دي ببخاخه عليها، مش بميه ولا بازازه ولا باي حاجه، ببخاخه او رشاشه.